أبشركم أن العملية نجحت، والدكتور كنعان طمني أن المريض بيرجع لكم بالسلامة إن شاء الله. الله يطمن قلبك يا رب. زوجك عبد الله الغامدي إن شاء الله بتكون أموره طيبة بعد كم أسبوع بإذن الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. والحين أبي شو تبي؟ وخر بس. دكتور عبد الله الغامدي، وش هالجزمة اللي تلبسها؟ خيرها يلا يلا. معلش على اللي صار. غير الجزمة بس. لا بوضح لك شو. أبوي روح انقلب. آسفين على اللي صار، آسفين. هذا اللي كنت ابغى اقول لك اياه. والله صدقني. تفضلوا معي المكتب نشربكم قهوه وشاي. تفضلوا. بس لو شفت وجيههم يوم قلت لهم خبر الوفاة. الصراحة موقف يضحك. اي والله هذا الممرضة حطتني موقف حرج. اي والله. يلا خلنا نخلص. ما فيني صبر لهالاسبوعين اجازة.